هي بالنسبة لنا فرصة، أنا نعتبرها أولا لقاء لكوربوراسيون مع الوصاية مع العاملين في المجال، فرصة أيضا للإضاءة على كل أشكال الإبداع الفني، طبعا من خلال الصورة، من خلال القلم، الكتابة، النص، القصيدة، الفن التشكيلي إلى آخره. نستنى وإن شاء الله الفن تاعنا في بلادنا يتطور وتكون عنده مكانة، والناس اللي خدموه يعني لمدة سنوات ما يخلوهم يحضروهم يديروا لهم شوية، يكرموهم ويعطولهم شوية قيمة فنية لحضورهم مادام مازالهم عايشين. راه نهار كبير باسكو كومام يا يو دو لا كونسيديراسيون، انا حاسين بلي كاين اون كونسيديراسيون، مازال ما راهيش فريمون في المستوى بصح كاينه اون بوتيت كونسيديراسيون. مو جو سويت لكاع لي زارتيست اون بون فيت، وان شاء الله يشوفوا ليهم وتولي الخدمه كيما زمان، باسكو كومام لي زارتيست تاعنا نصهم راهم مهمشين، ان شاء الله يشوفوا من جهتهم ويعاونوهم، وكل عام وما بخير ان شاء الله.